هادي دار الطبخ سيدي موسى من جانب مولاي ادريس. دو جلود تيدبغوهم ويديروهم يلبسو هنايا مضايقين مشا. جامع مسجد سيدي موسى. هذه هي الدخله ديال دار الطبخ السباله. كاينه السباله هنايا في الدخله مع الجامع. القبه ديالو الصوفه تيغسلوها عشان يخدموا بها شي حاجه واحده اخرى. طعمو هذه السيران طلعوا من هنايا. شوف منظر شمولي. قبة مولاي ستبان والسمعة. داك الحمام راح شدوه دابا. أثار المريني مع الباب اللي كيجي يسا هي الصنعة اتجاه زالاغ. الحمد لله الجو ديال الشتا. الشتا طاح في الجبل تما ياك قبالنا. اللهم لك الحمد. نضرب دورة على دار الطبخ. هاد الجلود قويين مدبوغين بالرمان. هذيك ماكينة تتصبن الجلود بالضوء. هذاك فوق منها سهريش يعمر بالماء راه باينة البومبة مطلوقة.
هذا مسجد داك دباغ سيدي موسى. هذا الماء هنا نيت ياخذوا الماء ويعمروا السهاج باش يخدموا الخزان تيطلع لنا هنايا. هذا البومبا في الماء يطلع لك السهريج الفوق. دابا الماء دايز من هنايا ها الماء دايز تيطلع يعمر الخزان. هادشي عامر بالماء. خلونا نكتشف واش مكاين هنايا. معلوم تيطلع هادشي للسطح. أغلبية ديال القصريات عامرين هي بالزبل، مكاينش رواش ديال الجلد. صافي فقط ما تيخدموش الجلد بقاو غير مسيبين تيعمرو بالزبل. يا الله يفاجئها على الجامع. تبارك الله الماء العين هذا ما نقي. هذه خربة. هذه خربة. دار خربة. جامع سيدي خالد عاد تم الترميم ديالو ولا جديد.